رفعت كنيسة مارشرب للمارونية في عمان قداساً إلهياً لأجل راحة مثلث الرحمات البطريرك مار نصر الله بطرس صفير الذي انتقل مؤخراً إلى الأمجاد السماوية. ترأس القداس الإلهي المونسنيور غازي الخوري كاهن الرعية، عاونه عدد من الكهنة من مختلف الكنائس الرسولية، بحضور رئيس أساقفة الروم الكاثوليك في الأردن كير جوزيف جبارة وعدد من المسؤولين الرسميين ورجال دين مسلمين ومسيحيين، ومندوب عن السفارة اللبنانية في عمان جورج فاضل وعميد الجالية اللبنانية في الأردن فؤاد أبو حمدان والمديرة الإقليمية لفضائية نورسات الأردن والأراضي المقدسة الدكتورة باسمة السمعان وعددا كبيرا من المؤمنين من الجالية اللبنانية والإخوة العراقيين المهجرين وأبناء الرعاية من الكنائس المحلية المختلفة في المملكة. وحمل صليب الحياة النسكية الشاقة وأوجاع لبس المسح والحديد الشاي، ومعك قدم نفسه قربانا للآب السماوي. من هو الراعي الصالح؟ إنه يسهر على قطيعه ويعطيهم الطعام في حينه. في قلب في نفسي وفي وسط الصعاب والحروب والمآسي، إنه لا ينعس لا ينام، في النهار يفكر ويحفظ كل شيء في قلبه، يجلس على مكتبه يستقبل كل طارق، وفي الليل يصلي ويتأمل ويقرأ كتباً روحية، دائم الجهوزية لتلبية الطلب. نعم، إنه مولود لبنان الكبير، ولد البطريرك صفير سنة 1920 في الوقت الذي أعلن فيه الجنرال غورو الفرنسي إنشاء دولة لبنان الكبير، الذي طالب به البطريرك الماروني آنذاك الحويك. عاش طفولته وصباه في بلدته ريفون في كنف عائلته، إلى أن دعاه الرب يسوع المسيح فلبى النداء، رغم أنه وحيد في العائلة على 5 شقيقات. دخل الإكليريكية في غزير التي كانت بإدارة الرهبان اليسوعيين. تابع دراسته اللاهوتية والفلسفية في الجامعة اليسوعية في بيروت. بعد نيل لبنان الاستقلال سيما كاهناً سنة 1956، فخدم رعيته الأصلية ريفون، وكان في نفس الوقت أمين سر مطرانيته ومعلماً اللغة العربية التي كان ضليعاً فيها. نحن لا ندافع عنك يا حبرنا الجليل كشخص فقط، إنما كحامل إرثنا الماروني الذي انتقل إلى أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. نحن أبناء كرامة وشيم وعنفوان، نحمل المشعل كما حملته ونسير إلى الأمام. نم قرير العين، أنت الذي كنت صديق جلالة الملك حسين، نم قرير العين يا حبرنا الجليل، واطمئن إن الله هو الديان العادل، وأن القضية في يد أمينة، وأن الشعب الصالح لا نهاية له،
وأن المسيرة مسيرة يسوع المسيح والذين جاهدوا وتعبوا واستشهدوا مستمرة. فارقد بسلام إلى جوار الأحبار العظماء.